السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. براونيز بوصفة أصلية، وصفة جد رائعة للعشاق البراونيز. الوصفة الأصلية اللي كتكون بالمذاق ديال الكاكاو المر اللي كيكون بنوعية جيدة للعشاق البراونيز. هذا الفيديو موجه لكم، كتجي رائعة جد. ننتقلوا ان شاء الله باش نتعرفوا على الوصفه والعديد من اسرار هذه الوصفه اللي سهله في نفس الوقت كتحتاج بزاف ديال الاسرار والتقنيات باش نتحصلوا على براونيز بالوصفه ديالو الاصليه وما يجيش بحال الكيك. على بركه الله ننتقلوا باش نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بسم الله، في الاول غادي نحتاجو 110 غرام ديال الزبده الذائبه، غنضيف لها ملعقه كبيره ديال الزيت، زيت المائده، غنضيفو 200 غرام ديال السكر. انا هنايا للاشاره ضفت فقط 100 غرام. البغونيز جا ناقص حلاوه، اللي كيفضل انه يحضر يعني وصفات كيكونوا ناقصين في الحلاوة يضيف 100 غرام. أما الوصفة الأصلية فغتحتاج منكم 200 ل 250 غرام ديال السكر باش تجي الحلاوة ديالها هي هذيك. كنضيف جوج الحبات ديال البيض، الزبدة، الزيت، السكر والبيض، كنخلطوهم هكا بالطراب اليدوي حتى كيتجانسو وكيبدا السكر يدوب. كنضيف واحد الساشي ديال الفاني، السكر المنسم بالفاني، غنخلط. وهنا من بعد ما خلطت المكونات ديالي مزيان، ماشي بزاف، مهم غير يتجانسو مع بعض، غندوزو نضيفو المكونات الجافة، دقيق، الكاكاو، رشة ديال الملح، وواحد الملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وغنضيف واحد الرشه او راس معلقه صغيره ديال الخميره، خميره الحلويات. عندي 60 غرام ديال الدقيق، 50 غرام ديال الكاكاو اللي كيكون مر نوعيه جيده، رشه من الملح، وايضا واحد راس ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات. دائما كنضيفوهم مغربلين المكونات ديالنا. كنخلط، ندخل المكونات الجافه مع المكونات السائله، وهنايا غنضيف لهم واحد 180 غرام ديال الشوكولا اللي كتكون نوعيه جيده، شوكولا بالحليب. هنايا زدت شوكولا بالحليب اللي كتكون نوعيه جيده ديال الاكل. وغنضيف ايضا واحد الكميه ديال المكسرات، هنايا عندي الجوز والبندق. هنايا المكسرات كتبقى اختياريه، ممكن تضيفوها وممكن تستغناو عليها الا ما كانش موجود، والكميه ايضا كتبقى اختياريه. كتشوفوا هنايا زدت عيني ميزاني حتى كنخلط، كيعقد معي الخليط. هنايا الخليط كيكون بهذا الشكل، كيجي عاقد ومعلك مزيان، ما كنبلغوش في التحرك، ما كنحركوش بزاف. وهنايا من بعد ما خلطت المكونات ديالي مزيان، صافي دخلت هذيك الشوكولا اللي قطعتها قطع صغيره بواحد السكين. كتقطعوا 180 غرام ديال الشوكولا، كما قلت تكون واحد النوعيه جيده. هذه الوصفه دائما النجاح ديالها والبنة ديالها كتوقف على المكونات اللي غتستعملوا. الا كانت شوكولا نوعيه جيده والكاكاو كتجي وصفه جد رائعه، كتنافس وصفات او اللي كتباع في الاكبر المتاجر اللي كتكون غاليه بزاف، يعني قطع صغيره كتباع بواحد الثمن اللي هو كبير.
هنايا غنسرح هاد الكميه ديال الخليط ديالي ديال البراونيز في مول القطر ديالو 20 على 20. هنايا كتشوفوا اني ما عنديش واحد المول اللي كيكون صغير، اللي مول اللي عندي كاملين كبار. هنايا درت هاد الاطار، اولا غلفت الصينيه الكبيره، غلفتها بورق الخبز او ورق المطبخ ضروري باش ما تلصقش معاكم. هنايا ممكن الى استعملتوا اطار بحال اللي استعملت دهنوه بالزيت، يعني انا ما دهنتوش في الاخير، يعني لصق ليا ماشي كيلصق، مني كيطيب بحال الا كيقساح في الجوانب الا ما دهنتوش المول. هنايا غنسوي السطح ديالو باش يجي متساوي، وكندخلو على فرن ساخن على 180، كنطيبوه من اسفل فقط، كندخلو الصينيه في الرف كيكون في وسط الفرن او اعلى بعض شويه، يعني كيكون شويه في الرف كيكون الفوق، ما كنحطوش الصينيه لتحت، كياخذ منا 30 دقيقه ما كنزيدوش عليها، من 25 دقيقة ل 30 دقيقة. إلا دازت 29 دقيقة ولقيتو البغاونيز ديالكم نشف، صافي كتخرجوه، وممكن تخليو حتى 30 دقيقة، ولكن كتر من 30 دقيقة ما تخليوش أكتر من 30 دقيقة باش يجي هكا معلك وهشيش رائع جدا. الوصفة كتكون رائعة خاصة لعشاق هاد الوصفة. هذا هو الشكل النهائي ديال البغاونيز ديالنا، كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، كتجي معلكه وطريه في نفس الوقت وهشيشه، كتجي رائعه جدا. كتشوفوا قطع الشوكولا اللي خلطناها مع العجين، يعني ما ذوبناهاش، كتذوب وكتجي بحال شي حاجه هكا في وسط البغاونيز، كتعطيها واحد الاضافه جميله جدا للعشاق هاد الحلوه. وهذه هي وصفه اليوم والشكل النهائي، كتشوفوا كيفاش كتجي في الاخير. كنتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جديد على القناه، وكنتمنى منكم ترك تعليق على الفيديو، ملاحظاتكم واقتراحاتكم اللي غناخدها دائما بعين الاعتبار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.